السلام عليكم ورحمة الله، وياكم دكتورة ناهد بلعلا، استشارية جراحة الثدي ومدير إدارة العيادات الخارجية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية. تماشياً مع التوجيهات الوقائية وبناءً على أحدث الممارسات المتبعة، قمنا باتخاذ أحدث التدابير الوقائية لضمان حمايتكم عند زيارتكم لمبنى العيادات الخارجية. خلونا نقوم بجولة نتعرف على بعض هذه الإجراءات. عند وصولكم إلى مبنى العيادات من الضروري جداً نقوم بفحص درجة الحرارة وتقوم الممرضة بطرح بعض الأسئلة الاحترازية. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، ممكن أسألك بعض الأسئلة؟ تفضلي. هل خالطت أي شخص مصاب كوفيد-19؟ لا. سافرتي برا البلاد خلال 14 يوم الماضية؟ لا ما سافرت. أظهرت عليك أي أعراض مثل الحمى والكحة وغيرها؟ لا الحمد لله. مرحبا بك في مدينة الشيخ شخبوط الطبية. من الرغم أن مدينة الشيخ شخبوط الطبية خالية من مرضى الكوفيد-19 إلا أنه من الضروري جدا ارتداء الكمامات، وسنقوم بتزويدكم بواحدة عند الوصول. بتلاحظون وجود معقمات الأيدي في جميع أنحاء المستشفى، وإن لم تستطيعوا الوصول إليها سيقوم الطاقم بتزويدكم بها لضمان نظافة أيديكم. التباعد الاجتماعي على بعد مترين يطبق أيضا هنا في مدينة الشيخ شخبوط الطبية. مثل ما أنتم شايفين اللافتات موجودة على الكراسي لتذكيركم بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية، كما سيتم تطهير المقاعد والطاولات وألواح التوقيع وأي شيء تلمسه إيديكم بشكل مستمر. والحين خلنا نروح لغرفة الفحص لنتعرف على الإجراءات المتبعة بعد زيارة كل مريض. السلام عليكم دكتور خالد. عليكم السلام دكتورة ناهد. تفضلي دكتورة. ممكن تخبرنا أكثر عن أحدث التدابير الوقائية لضمان سلامة المرضى؟ إحنا في مدينة شيخ شخبوط الطبية نحافظ على اتباع أعلى معايير السلامة، وهذا يشمل تنظيف وتعقيم غرفنا ومعداتنا بعناية بعد كل موعد، للتأكد من توفر جميع أسس الوقاية للمرضى والموظفين في المستشفى. شكرا دكتور. وهذا يتوافق مع برنامج التطهير والتعقيم لكافة أرجاء المبنى والذي يحدث بشكل يومي لتقليل فرص الإصابة بالعدوى. كلنا نعرف أن نمر بمرحلة صعبة وندرك أن الكثير منكم مأجلين موعد زيارتهم للطبيب، ولكن مثل ما أنتم شايفين في مدينة الشيخ شخبوط الطبية قمنا باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وذلك لضمان سلامتكم، فلا تأجلوا مواعيدكم ويعطيكم العافية.